عقد واحد لا أكثر، غيرت التكنولوجيا فيه نمط حياتنا وعملنا وحتى نمط ترفيهنا. فقطر اليوم واحدة من أكثر دول العالم ربطاً بشبكة المعلومات، ويتجلى دور المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتلهمهم الثقة في المستقبل. وكمنظم لقطاع الاتصالات فتح ICT قطر السوق للمنافسة، مانحا المستهلك قوة اختيار مزود الخدمة. وبصفته راعيا للتكنولوجيا بالدولة، يساعد ICT قطر الجميع على إدراك قوة الرقمية، فالحكومة صارت إلكترونية، مما جعلها أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة لمتطلبات الجمهور. واتسعت مدارك الطلاب واكتشفوا عالما جديدا من الأفكار بعدما أضحى التعليم أكثر تفاعلية، وصار بإمكان الأطباء الوصول إلى المعلومات الطبية بسرعة وتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لينعم الجميع بحياة أكثر صحة. توافرت فرص عديدة للشركات، وكل من لديه حلم أو فكرة جيدة أصبح بإمكانه تنفيذها. ICT قطر ملتزم بنشر ثقافة الأمن المعلوماتي حتى يستفيد الجميع من التكنولوجيا على الوجه الأكمل. صارت التكنولوجيا نبراساً يضيء الطريق لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، وأصبحت أحلامنا وتطلعاتنا التي كانت محض خيال حقيقة وواقعا ملموسا. وما زال ICT قطر يواصل جهوده حتى يشعر الجميع بقوة الرقمية في حياته اليومية.